بس يا كريم طلعت كيميديا عسوله وغلبانه جدا مش زي ما انا كنت فاكراها خالص. يا عيني بس شكلها كده بقى اتخانقت مع بابي لما قريت الجواب وعايزه تعتذر له. حلوه قوي، دينا خلصنا من حاجه. ما عرفتيش حاجه في حوار جده ونناه؟ قفشينا على بعض اخر جلاشه. جلاشه؟ انا برضو هتاكد بالمصادر الخاصه. المهم دلوقتي ماما بتحاول تصالحني بسبب حوار الفيديو ده وانا عامل فيها مهم ومش برد عليها. اوعى تعبرها. ما لقيتكش في اوضتك قلت انت اكيد هنا. لا يا مامي، ده كان بيشرح لي حاجه في العربي. وانت مش هترد عليا بنفسك ولا ايه؟ انا عايزاني اقول لك ايه؟ ميرسي على الفيديو. ميرسي يا ستي. كريم انا عارفه انك زعلان بس رد الفعل اللي على الفيديو يخليك ما تحسش باي كسوف بعد كده. والله فكره حلوه. بيفكر لنا بقى فكرة فيديو جديد لما نحس بالكسوف لما بابا يتجوز كاميليا اللي هي سنها قريب من سننا. على وضعك يا كبير، ده لسه بقى لما المقلب يطلع من نافوخها لما اتكلم بوبي. اشمعنى؟ اصلا انا امبارح لما خدت منه الموبايل ما عملتش مكالمة، انا غيرت رقم مامي مع كاميليا. يا بنت اللعيبة، كده ماما لما هتتصل ببابا هيرد عليها عادي من غير اخوانه على اساس انها كاميليا. الو؟ ايوه كاميليا، معلش بكلمك وانت في الحمام. لقيتك اتاخرتي يعني بطمن، انت كويسه؟ كاميليا انت سامعاني؟ كاميليا؟ انا قطعت لك السلطه يا جميله، عايزه حاجه تاني؟ انا هنزل مشوار بسرعه يا ماما وراجع على طول مش هتاخر. برضه بتكنسل عليا. ليه كده بس؟ يا رب يا رب ما يحصل اي كارثه النهارده يا رب يا رب. والنبي ده انا غلبان. المصيبه بقى ان حماتي تيجي تطب عليا وكاميليا دي موجوده معايا في الشقه. يا رب استرها يا رب استرها يا رب. اللي انت لابساه ده عامل ايه؟ ما لقيتش حاجه البسها لحد ما هدومي تنشف غير بيجامه انكل علاوه. وهدومك هتنشف امتى بقى ان شاء الله؟ مش عارفه، انا هنشرهم دلوقتي. وبعدين عمال بكلمك على موبايلك من الصبح وانت جوه الحمام، فتحت عليا الخط مره وبعد كده بكلمك بتكنسلي. موبايلي في الشنطه اصلا، بس هو بيهيس كده بقاله شويه، التاتش مش مظبوط. قولي بقى هو المنشر فين؟ المنشر تعالي تعالي اتفضلي. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب راسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.